مش هتيجي تنامي؟ وانت ايه علاقتك بنومي؟ هو انا كده كده مش هنام جنبك، انا هنام في اوضه البنات. لا خلاص، انا هنام هنا في الريسبشن، انا هتصرف. تمام. وانت مش هتيجي تنامي معايا في الاوضه دي؟ الدرجة دي واخدة موقف مني؟ موقف؟ لا، هو أنا الحقيقة لحد اللحظة دي لسه ما خدتش موقف خالص، بدليل إن أنت الشخص الغيور الشكاك اللي أنا غيرت اللايف ستايل بتاعي كله علشانه، بعد ما اكتشفت إن هو بيقف في الشارع ويعاكس البنات زي المراهقين، أنا لسه قاعدة في بيته. ده معناه ان انا لسه ما خدتش اي موقف. معلش يا رفعت والنبي، عندي سؤال. انت بتدخل تبص على الفيسبوك؟ لا. عشان كده بقى بتسالني بكل بساطه مش هتنامي جنبي ليه؟ لا بص علي. معلش اتعب نفسك شويه. اقرا كويس التعليقات عشان تبقى فاهم احنا واقفين فين. معلش خد فكره. مش قادر أبص فيه، مش قادر، بهرب منه. عشت عمري كل الناس بتحترمني وبتقدرني، مش هتحمل مادة السخرية والإهانة، مش حاضر. هو محدش عمل فيك كده، أنت اللي عملت في روحك. وبعدين في غلطات في الدنيا ما فيهاش كبير وصغير. شبه بالظبط اللي يقول لك قتل قتل رحيم او قتل قتل وحشي. في الحالتين قاتل. وانت قتلتني. وقتلت بناتي. وقتلت حياتنا وسمعتنا اللي بقى لنا 20 سنه بنبني فيها. في 20 سنه.